متابعي كرة القدم في كل مكان، نقدم لكم اليوم موعد مباراة فياريال ومالاجا التي تقام بالجولة 30 من بطولة الدوري الأسباني لكرة القدم هذا الموسم، حيث تقام المباراة يوم الأحد 1 إبريل 2018. كما نقدم لكم القناة الناقلة للمباراة بالتفصيل. وتقام المباراة اليوم على ملعب لا روزاليدا بمدينة مالاجا بأسبانيا. ويدير المباراة تحكيميا الحكم الأسباني أليخاندرو خوسيه هرنانديز هرنانديز الذي يبلغ من العمر 36 عاما. ويدخل فريق فياريال هذه الجولة وهو يحتل المركز الخامس برصيد 47 نقطة. ومن الناحية الأخرى يحتل فريق مالاجا المركز 20 والأخير برصيد 14 نقطة. وتقام مباراة فياريال ومالاجا الأحد 1 إبريل 2018 في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية والعراق والكويت وسوريا، والرابعة والنصف بتوقيت جرينتش. كما تذاع المباراة بث مباشر عبر قناة بين سبورت اتش دي 3، ويعلق عليها المعلق الرياضي سوار الذهب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.